الفيلم بيبدأ بشلة شباب قاعدين على الشط وبيحتفلوا وبيستمتعوا بحياتهم على الآخر، وبيكون في مصور بيصور الدنيا كلها. بيجي واحد اسمه ميتش وبياخد منهم كل التليفونات وبيحطها في كيس عشان تكون السهرة خصوصية ليهم، ومحدش ينشر أي صورة ليهم على النت، ويقول لهم اليوم يومنا من غير تليفونات. هنا شابين اسمهم فانس وجيلبرت بيلاقوا كورة لزجة كبيرة وشكلها غريب جدا في المية ويطلعوها، وياريتهم ما طلعوها. الكل بيقرف من شكل الكورة دي وريحتها كمان، لكنهم مش بيهتموا بالموضوع ويسيبوها على الشط ويكملوا يومهم عادي جدا. مشهد الحفلة بيخلص هنا، وبيجي صباح اليوم الجديد وبيكون الكل نايم، وبتكون كايلي نايمة جنب ميتش وباقي الجروب نايمين في العربية. بتصحى كايلي من النوم وبتبص حواليها، فبتشوف طائر بيحاول يطير ولكنه مش قادر، وهي مش فاهمة ليه الطائر مش قادر يتحرك، وفجأة بيتسحب الطائر جوه الرمل بطريقة غريبة ومش مفهومة. بتخاف كايلي وبتحاول تنبههم وتقول لهم محدش يدوس على الرمل، وبتلاقي صاحبتها مرشا نايمة على كرسي وبتحاول تنبهها، لكن مرشا بتحط رجلها على الرمل ومش بتعرف تتحرك بعدها، والكل شايفينها ومرتبكين. بيحاول فانس انه يروح لها، وكايلي بتحاول تمنعه لكن مش بيهتم بكلامها، وفعلا بيمشي على الرمل عشان يوصل لمرشا، لكنه بيقع على الرمل ومش بيعرف يتحرك، بيثبت في مكانه بطريقه غريبه، وبتكون الرمل بتبلع مرشا في نفس الوقت، وبيصرخ فانس ان الوجع وبيطلب ان حد ينقذه. بتحاول روني حبيبته انها تساعده، وبيحاول فانس انه يقوم من الرمل، لكن حاجه غريبه ماسكه فيه لدرجه ان وشه اتعور وجلد جسمه بيتسحب، والمجموعه كلها بتشوف اللي بيحصل مستغربين وبيصرخوا، وبيشوفوا فانس وهو بيتسحب جوه الرمل. كلهم بيبداوا يتوتروا وبيحاولوا يفكروا بصوت عالي ازاي حصل كده، وبيفكروا انهم يتصلوا بحد، لكن بيكتشفوا ان تليفوناتهم مش معاهم، حتى العربيه اللي هم فيها فاصله شحن ومش بتدور. كده الجروب كله متعلقين على الشط من غير مخرج، وكلهم في حاله ذعر وقلق. من على ظهر السفينه كايلي بتحاول انها تلمس الرمل بايديها، وفجاه بيظهر من الرمل خطوط بيضه بتحاول تسحبها، وبيكون كل الجروب شايفين الكلام ده. بيصحى الشاب ده بعد مقلب اصحابه ليه اللي حطوه جوه البرميل ده، ومش عارف يخرج منه، وبيقعد يصرخ ويشتم شتايم وحشه اكيد مش هقولها. بيحاولوا انهم يهدوه ويقولوا له ما تتحركش من مكانك، وهو مصمم، لكن لما عرف ان مارشا وفانس ماتوا بيتوتر وبيثبت في مكانه. وبتروح كايلي مع ميتش جوه الكوخ، وبيكون جونا شايفهم وحس بالغيره، والبنت اللي مش تمام دي بتحاول توقع بين كايلي وجونا لانهم كانوا على علاقه، فبتقول له سيبك من كايلي لانها تقريبا لقت واحد احسن منك. بتمر الساعات ومفيش حد بيسال عليهم، وكايلي بتحدف واقي الشمس لاصحابها لانهم تقريبا اتحرقوا من الشمس ومش عارفين يتحركوا لاي مكان، وجيلبرت على وشك انه يفقد الوعي من الحر جاب اخره. بتحاول كايلي انها تفكر هو ايه اللي حصل امبارح، وبيكتشفوا ان كل اللي كانوا معاهم في الحفله اختفوا هم كمان، والرمل سحبتهم. وبتلاحظ ان الكوره الغريبه اللي لقوها الليله اللي فاتت مكسوره، وانها كانت في الاساس بيضه وفقست، وفي حاجه اكيد خرجت منها. مش بس كده، ده المخلوق اللي خرج منها عايش تحت الرمل وبيتغذى عليهم. كايلي بتقول لهم بما ان المخلوق فقس امبارح فاكيد هو لسه صغير، ولكنهم عاوزين يتاكدوا، فبترمي اكل على الرمل عشان تجذب المخلوق. وبيشوف جيلبرت طائر بيتسحب في الرمل فبيخاف، وبيعرف ان كلام اصحابه كله صح ومش بيعملوا فيه مقلب تاني. بيوقفوا كايلي على انها ترمي الاكل للرمل لانه بالنسبه لهم الاكل الوحيد، لكن كايلي مش بتسمع كلامهم وبتفضل ترمي الاكل اللي معاها. وبيلاحظوا ان قطعه من الاكل اللي رمتها مش بتغرق في الرمل زي الباقي، فبيفرحوا، وده امل بالنسبه ليهم انهم يخرجوا، لكنهم لسه مش متاكدين من الاماكن اللي يقدروا يمشوا عليها على الرمل. هنا جونا يمسك لوح تزلج ويحطها على الرمل ويقف عليها، ويفرح الكل انه مش بيغرق، وبيحاول يوصل للعربيه لكن كان هيقع. في اللحظه دي بتطلع خيوط الكائن الغريب من الرمل وعلى وشك انها تخترق جسمه وتسحبه للرمل، لكن قدر يهرب منها بخير قبل ما يتسحب. وبتكون بطنه اتعورت من الكائن ده، وبيحاول انه يلاقي اي اكل او دواء في الشنطه، بيقع منه صباع موز بالغلط لكن مش بيغرق وبيشيلها، ويجربها في مكان تاني بيطلع الكائن. الموزه وقعت على المكان اللي ولعوا فيه النار. هنا بيعرف ان المخلوق ما يقدرش يخرج من المكان اللي فيه النار او الرماد، بيجرب يقف على المكان ده ومش بيتسحب، لكن بطنه بتنزف وبيتوتر وتحاول كايلي انها تهديه، وبيحدف الميه اللي معاه لاصحابه، ولكن وجعه بيزيد وبيبكي من الالم فبيقعد على الكرسي. بيلاحظوا ان لوح التزلج بيتحرك، وبيعرفوا ان المخلوق بيكبر في الحجم لانه بيتغذى كويس. وبتشوف كايلي ان اوتار الخيوط بتبدا تكبر وبتسحب العربيه، وانها مساله وقت قبل ما المخلوق يكبر وياكلهم كلهم. بتحاول تشاندا وروني انهم يطلعوا التليفونات الموجوده في صندوق العربيه، وروني بتوصي تشاندا انها لو حصل لها حاجه في رساله في مذكراتها اليوميه توديها لامها. بتتحرك روني على طرف العربيه، وكايلي بتقول لها خلي بالك، وبتديها خطاف، وفعلا بينجحوا انهم يفتحوا صندوق العربيه، لكن فجاه بتقع روني وبتلمس رجلها الارض وبتبدا تصرخ من الالم. بتيجي عربيه شرطه، وبيحاول ميتش وكايلي انهم يصرخوا عشان الضابط يساعدهم، وبيحاولوا يحذروه انه ما ينزلش من العربيه، لكن بيتجاهلهم وبيفكر ان ده تاثير المخدرات. بينزل الضابط على الرمل وبيتفاجئ الكل انه بيمشي بحريه عادي جدا، وبيعرفوا ان الخيوط البيضاء مش بتخترق الجزمه السيفتي اللي لابسها. الضابط بيشوف جونا وبيقول له ساعدني وهو نايم على الكرسي، لكن مش بيهتم. وبيشوف صاحبهم اللي في البرميل، هنا بيتاكد انهم واخدين مخدرات ومش طبيعيين، وبيروح لكايلي ويقول لها انزلي لي لو سمحتي، لكنها مش هتعرف طبعا، فبيتضايق جدا ويحذرهم ويهددها انه هيستعمل عليها بخاخ الفلفل، وفجاه بتقع مفاتيحه على الرمل،
ولما بيجي ياخدها ايديه بتلزق في الرمل، وفعلا بينجح انه يتحرر لكن بتكون ايده اتاكلت وتبدا الخيوط تسحبه ويغرق في الرمل. كايلي خدت بخاخ الفلفل وميتش بيلبس صندل في رجله عشان يجري على الرمل ويروح لعربيه الضابط، وتشاندا بترمي الجاكيت ليه لكن ميتش بيقع على الرمل ويسحبه المخلوق ويموت. كايلي بتحاول تستخدم الخشب الموجود عشان تروح للعربيه، وبيساعد روني انها تخرج ايديها من الرمل. وجونا بيقول ان بيحب كايلي، كايلي بتقول له وانا كمان بحبك، وبتقول انها تستخدم الخشب كجسر عشان تاخدهم ويروحوا عربيه الضابط. وبتنجح كايلي وتشاندا انهم يروحوا لجونا، ولكن روني بتقع، وبتحاول كايلي انها تستخدم بخاخ الفلفل ولكن بتغرق روني في الرمل، وبتلف تشاندا حوالين رجلها ملابس وبتجري لعربيه الضابط، وفعلا بتنجح وتقف على صندوق العربيه. بيفرح جيلبرت، لكن فجاه الصندوق بيبدا يتحرك والخيوط البيضه بتروح ناحيته، وفجاه بتخرج من البرميل اطراف المخلوق وتسحبه لجوه، والمخلوق بيحرك العربيه وبتقع تشاندا على العربيه وبيغمى عليها، وبتصرخ كايلي ولكن مش بتسمعها. بيفوت ساعات وبيجي الليل، وبتكون كايلي لسه قاعده في مكانها مع جونا. هنا تصحى تشاندا وبتلاقي طوق نجاة على عربيه الضابط، وفعلا بتفتحها وبينجح الثلاثه انهم يدخلوا جواها، وبيدخل جونا وتشاندا العربيه، وقبل ما تدخل كايلي بتظهر الاطراف وهي متوهجه وتهجم عليها، وبتقف على العربيه وبتلاقي بنزين فبترمي البنزين على المخلوق وتولع فيه وتدخل جوه العربيه، لكن بيكون جونا مات وكايلي وتشاندا هم اللي عايشين. في الصبح بيخبط راجل على ازاز العربيه ويصحيهم، وبيلاحظوا ان المخلوق اختفى وانهم يقدروا يمشوا على الرمل، وبيطلع ان المخلوق عباره عن حاجه كده زي قنديل البحر بس من نوع تاني، طبعا نوع احنا ما نعرفوش ومش عايزين نعرفه. والمخلوق ده حاليا بيعوم في الميه متجه ناحيه شاطئ تاني عشان ياكل ناس تاني ويغذي نفسه، وهو حاليا متجه ناحيه شاطئ سانتا مونيكا.